دراسة الوضع النسبي للمقارب المائل والأفقي، اثنيناتهم بنعملهم بنفس الطريقة. ندرس إشارة الفرق، لوين كلمة إشارة الفرق؟ كيف ندرس الإشارة؟ كيف ندرس الإشارة؟ نعدم البسط والمقام وننظم جدول شو إشارة. بيطلع معنا الفرق، يا بيطلع موجب اكبر من الصفر بنقول خطسي فوق المقارب، يا بيطلع سالب بنقول تحت المقارب، يا بيطلع صفر نقطة تقاطع. وين هذه بتطلع صفر نقطة تقاطع؟ لما بيكون بالبسط في اكس، بالفرق بالبسط بيكون في اكس بتطلع عندك نقطة تقاطع. طيب شوف هلا المثال صفحة 10 ما بيزبط هون. المثال صفحة 10 ما اسمه إثبات مقارب، كتاب عنوانه إيجاد أو استنتاج مقارب. صفحة 10 هي إيجاد أو استنتاج مقارب، رح نتركها للفيديو اللي بعد هاد. بس اقلب لي صفحة 11، أنا آسف عم أقول ما عم يصير شيء. عم أقول المثال اللي موجود صفحة 11، ركز معي، هذا اسمه إيجاد أو استنتاج مقارب. المثال اللي موجود صفحة 11 اسمه إيجاد أو استنتاج مقارب، هذا لبكرة. أما اللي بدنا نحله اليوم على فقرتنا واللي هي إثبات المقارب هو صفحة 12. ليكن مثال صفحة 12، ليكن الخط البياني للتابع X مربع ناقص 2X ناقص 3. على اكس ناقص، على اكس شو؟ زائد 2. سؤال امتحاني قوي، تبع لي. برهن ان المستقيم واي تساوي اكس ناقص 4 مقارب. واي تساوي اكس ناقص 4 شو هو؟ مقارب، تبع لي. عندك طريقتين، اما نكتب القانون ونوحد المقامات نطرح هي ناقص هي. طبعا لجنة الطريقة الثانية توحيد المقامات، هي ما مكتوبة بالمكثفة. طبعا إذا إجاك السؤال أثبت مقارب عكيفك، يا بتوحد المقامات يا إقليدس. أما السؤال هذا كيف عم يجي بالامتحانات على الأغلب؟ عم يقول اكتب اف اكس بالشكل كذا زائد كذا على كذا، فهون إجباري مين؟ إقليدس. لذلك نحن بالمكثفة كتبناها بطريقة إقليدس. تعال نعمل طريقة إقليدس. متى نطبق إقليدس؟ قسم الإقليدية يعني، إذا كانت درجة البسط أكبر أو تساوي درجة المقام. ولما بدك تعتمد على القسمة الإقليدية بالامتحان اعملها على المبيضة، يعني خلي عملية القسمة على المبيضة. على السريع هنقسمها مع بعض، إكس مربع ناقص 2X ناقص 3 على إكس زائد 2. تبع لي، لما بنقسم بنقسم المسيطر على المسيطر، إكس مربع على إكس، إكس نضرب x بهاي بها بتصير x مربع زائد 2x. لما بنقسم بنقسم المسيطر على المسيطر، بس لما بنضرب بنضرب باثنيناتها، بنغير الاشارات. هي شو اشارتها؟ زائد، بنعملها ناقص وهي ناقص، اول اثنين بيروحوا ناقص 2x ناقص 2x ناقص 4x ناقص 3 ناقص 4x على x ناقص 4. لما بضرب برجع بضربها بهاي وبضربها بهاي، بتصير ناقص 4x ناقص 8. بغير الاشارات، هذول بيروحوا مع بعض، ناقص 3 زائد 8 شو عم يصيروا؟ زائد 5. انتهى الموضوع. اقليدس يقول، انتبه هون لين لين لحقيني لهون، الكسر يساوي ناتج القسمه زائد
يلا وين ناتج القسمة؟ هذا اللي فوق، هذا شو بنسميه؟ الناتج. هذا المقسوم عليه، من تحت الباقي، وهذا المقسوم. انتبه عليك، انت كيف تعرف انه عملية القسمة صح؟ الناتج لازم يكون نفس المقارب. عين عليه، شوف المقارب x ناقص 4، شوف الناتج x ناقص 4، معناها شغلك صح. هيك تتأكد من شغلك. الآن بدنا نشيل ال اف اكس هذيك الجعفورة ونحط اف اكس الجميلة اللي رايحة على الكوافير ومظبطة حالها. اف اكس تساوي ناتج القسمة x ناقص 4 زائد الباقي 5 على المقسوم عليه x زائد. شلنا اف اكس البشعة، حطينا اف اكس جميلة. هلا هذيك ما بعدها لك علاقة فيها، بتطبقها لهي، بنطبق هذا القانون. الآن لازم نطلع اف اكس ناقص واي دلتا، هذيك انساها حطي بدالها اكس ناقص 4 زائد 5 على اكس زائد 2 ناقص اكس ناقص 4. لما بتفك الاقواس بتروح هي مع هي، شو عم يضل؟ 5 على اكس زائد 2 عم يضل عندنا 5 على اكس زائد. عادت على نهاية. هلا بدنا نطلع الليمت، بنقول ليمت الفرق عادت على نهاية صفر، فإن فلان، هي عليها علامة الكتابة، فإن فلان مقارب مائل. قالوا لنا في جوار شو؟ زائد لنهاية وناقص لنهاية، اثنيناتهم بدهم. الوضع النسبي، شوف السؤال، كثير طلاب بينسوا الوضع النسبي. لوين كلمة الوضع النسبي؟ هو بدي اياها. ادرس الوضع النسبي. شوف كيف بدرس الوضع النسبي. ندرس إشارة الفرق، وين الفرق؟ هذا الفرق. مين اللي بيعدم البسط؟ ما في. مين اللي بيعدم المقام؟ ناقص 2. بعمل جدول الوضع النسبي. هون بحط إكس، هون بقول له إشارة الفرق، تحت بكتب له الوضع النسبي. ركز معي. مجموعة التعريف من ناقص لا نهاية للزائد لا نهاية ما عدا 2، لأنه 2 بيعدم المقام. ناقص 2. من هونيك بين معنا انه الاصلي، ومن هون بين معنا هون كمان بينعدم ناقص 2. بدنا نظبط الاشارات، تاخذ عدد قبل الناقص 2. هات عدد قبل الناقص 2، ناقص 10، عوضه بالمقدار كاملا. ناقص 10 زائد 2 ناقص 8 موجب على سالب سالب. بنقول له الخطسي تحت المقارب اسمه دلتا، مو ممكن يكون دلتا دي الى اخره. ناخذ عدد بعد الناقص 2 وليكن مليون، عوضه موجب موجب موجب، او في عالم بيقولوا البسط موجب ما له علاقه، المقام بيحدد الاشاره، ما قبل الجذر مخالف موافق كمان صح. هون السي فوق دلتا. هون درسنا الوضع النسبي. اخر مثال لليوم، نزل لتحت على السريع، هام جدا جدا. شوف كيف تجيك اثبات مقارب مال ضمن اللوغاريتم. آخر مثال نظل لتحت، ليكن التابع المعرف على من صفر للزائد لا نهاية اف اكس يساوي اكس زائد لوغاريتم اكس زائد واحد ناقص لوغاريتم اكس. أثبت أن واي تساوي اكس مستقيم مقارب عند الزائد لا نهاية. ثم ادرس الوضع النسبي. إياك أول شو نعمل؟ اف اكس ناقص واي دلتا. fx ناقص y دلتا. اعطونا fx لوغاريتم x زائد 1 ناقص زائد x ناقص y دلتا. شو هي؟ x خطا معي ناقص لوغاريتم x. وين؟ x زائد لوغاريتم x ناقص 1 ناقص لوغاريتم x. يا هلا بدنا نطرح المقارب ناقص x. خليك معي، بتروح ال x مع الناقص x، شو بيضل؟ لوغاريتم x زائد 1 ناقص لوغاريتم x. خليك معي،
بدنا نطلع النهاية. ليميت هون أخذنا 10 علامات. ليميت اف اكس ناقص واي دلتا يساوي ليميت الناتج ليميت لوغاريتم اكس زائد واحد ناقص لوغاريتم اكس. اكس تسعى على شو؟ لوغاريتم ناقص لوغاريتم. نتذكر الخاصة التي تقول، طبعا بالنسبة للتمارين اللي قبل بدل الجدول فينا نحكي يا حكي، ليك بالمكثفة حاكينا حكي، بس أنا بنصح تعمل جدول. جدول الوضع النسبي أفضل مشان ما تخربط بالمجالات. يلا الآن القانون يقول لوغاريتم ستي ناقص لوغاريتم جدي يساوي لوغاريتم ستي على جدي. ترحم عليهم الله يرحمهم. لو لا هون انا ما كنت بين ايديكم طبعا، لانه هن جابوا بابا وبابا جابوا بابا وبابا جابوا يلا. الان هن العالم لو بيعرفوا انه ستي وجدي بده يجيبوا فارس جغل كانوا حنطوهم، بس يلا راحت عليك. اجدادي من الفراعنه، مالك خبر؟ حبيب القلب اعمل لي اياها مثلها. يلا لوغاريتم اذا ليميت لي يا لي انت عم تصور يعني وصلت الحكي مش عم تزيدك. لوغاريتم ستة اكس زائد واحد جدي اكس. اها ليميت لوغاريتم تروح الاكس ما بيعقلك بدل بين الليمت واللوغاريتم مشان ما تفرض مشان ما تغير متحول وتفوت بتركيب التوابع. شوف احمد بتصير لوغاريتم ليمت اكس زائد واحد على اكس، والاكس تسعى على شو؟ للزائد. هلا فينا ناخذ المسيطر اكس على اكس واحد، بتصير عندنا لوغاريتم الواحد. طبعا هالعمليه فينك تعملها بعقلك، تكتب لوغاريتم الواحد يساوي فإن فلان ويساوي مقارب مال. بدون وضع نسبي؟ وضع النسبي نختم اليوم يلا. لا وين ناتج الفرق؟ لي هون هذا الفرق. شوف مين أكبر، لوغاريتم الإكس زائد واحد ولا لوغاريتم الإكس؟ الإكس زائد واحد أكبر من إكس لوغاريتمه. ليش؟ لأنه الإكس أكبر من الواحد. بس السؤال لأن الإكس أكبر لا لما الإكس أكبر من الصفر. تعال نجربها، حط بدل الإكس نص، نص زائد واحد واحد ونص، مو أكبر من لوغاريتم النص؟ أكبر لأن لوغاريتم النص سالب واللوغاريتم تابع متزايد، يعني كل ما كبر الأعداد بده يكبر اللوغاريتم. طبعا انتبهي بتقول بطريقة الكتابة بالامتحان بما أن لوغاريتم الاكس زائد واحد اكبر من لوغاريتم الاكس فان اف اكس ناقص واي دلتا اكبر من مين؟ من الصفر، فالخط سي فوق المقال. ليش اكبر من الصفر؟ لانه هاد اكبر من هاد، فناتج الطرح بده يكون موجب. طبعا هون ايا كان اكس اكبر من الصفر، لأن مجموعة التعريف التابع هي من الصفر للزائد. اكتبوا علي وظيفتنا، أشر معي يلا. واللي عم يحضر الفيديو فيني ياخذ وظيفة معنا مشان يعرف شو متعلق لحد الآن. ركز معي لين أنا رح أكتب لك وأنت سبتي الشاشة على الشاشة على اللوحة. اكتب علي، نحن ماشيين بهالقسم نوصل على شيء اسمه صفحة 19 بنك المسائل الهامة. طبعا تمارين امتحانية عم تجي من هذا البنك، شو فينا نحل منهم ليوم الجمعة؟ تعالوا نشوف. أشر معي، طبعا اليوم تدرس 4 ساعات، بكرة 4 ساعات، بتلحق إذا ما لحقت بتضيف الجمعة الصبح 4 ساعات قبل ما تجي لعندي. المسألة الأولى صفحة 19 يا حلوة اسمعيني يلا. المسألة الأولى أول طلب فينك تحله. المسألة الثانية وظيفة،
مسألة الثالثة أول طلب. مسألة الرابعة وظيفة. مسألة الخامسة وظيفة. سد بوزك اللي عم يحكي. المسألة السادسة أول طلب وثاني طلب. المسألة السابعة أول طلب. طبعا حلوها هلا مشان ما يكتروا عليكم آخر شيء. المسألة الثامنة لا. المسألة التاسعة لا. وظيفة لا بالمال على بي يعني. مسألة العاشرة وهدول كانوا وظيفة مسبقا. ما عن مسبقا كل عشرة وظائف. لسه عم نسجل فيديو يا مزوقين. افتح صفحة تبع لي. مكثفة الجزء الأول تنتهي بالصفحة 40. دور على الصفحة 40. آخر فقرة بمكثفة الجزء الأول اسمها استنتاج خط بياني. دور عليها. صفحة 40. بعد منها في شيء اسمه ملحق تدريبي للجزء الأول. يعني هذا الشامل للجزء الأول. رح ناخذ منه. اكتب معي. المسألة الثالثة. حاجة.